السلام على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عشر كين عاوي حكب الله بنها يا آيات أفرتني أفراد من سورة البقرة وحاونا كوية كان دونا آيات كنتني السقالات وسورة كمدة وحاونا ككوب مدونا لحئية طبان آياتوت. قال تعالى: أتأمرون الناس ضدك مفريسان بالبر سما فلميا ضدك فريسان يا خير إن لسميه أو وتنسون ما إلو بيسان أنفسك نفتين ما إلو بيسان ضدك أنا خير كادو الشيء بيسان خير كي أي نفتين أباه نيدنا ما كإلو بيسان. والحال أنت بذكنا تطلون أد أخرين إيسان الكتاب كتاب كي توراة أد أخرين إيسان هدبا أفلا تعقلون ميدان هينكو وحقرنا إياه. واستعينوا كالميستا عبادة إي تكاليف تشرعيغا إيو الدنيا دباتوين كيدو نمب بالصبر صبر إيو جكسشاو كالميستا إيا والصلاة صلاة وإنها صلاة داسي لكبيرة مدك عرسوية على إلا على الخاشعين كو إلهي أقر للو إلهي وهو اكتما هنه الذين خاشعين تاسو يظنون يقينين يا يعلمون أنهم يقوم ملاقوا ربهم رب قوذين إلا كل مدونان وأنهم يقن إليه حق الله راجعون أيو الله بن دوران. أتأمرون الناس بالبر أيضا وحل لي هي وحي كسو دكتي أهل الكتاب لمن كي يهوذيت إيه مدينة دقنا صدح ذا قلاها بنو نضير إيه بنو قريضة إيه بنو قينقاع صدح ذا سام مدينة إيو حريره هذا الدقنايد لمن كاسي أيضا كسو دكتي بالليه هي نمن كاس يجا مركي نبي قوم مدينة يمت إلى كتاب التوراة هابي وحكه يستن وي أجاي النبي عليه الصلاة والسلام مبعثه ومهاجره بي أجاي ماشى لقب حين دانه يمشى رسولك هاجر دانه إيوه إن عرب لقب حين دانه إنه يهي آخر الأنبياء ويكور قبينه وي أجاي مركا ayagii aan si maaragtay muuqata ama si guud ahaan u sheegaynin ba qofkii la kulmay waxay dhihi jireen ninkan waa rasuul nabi oo xaq ah saasi ku oran jireen ayagana inay raacaan ma ayna dhicin ayagana ma raacayaan marka war dadkiina ma khayr baad u sheegaysaan waxa leedahay war rasuulkani waa xaq waa maartii kitaabka la soo dajiyay waa xaq war raac oo rumeeya oo ku xirma oo ka dambeeya idinkana naftiini ma ka ilowdeen نفتينا ما كإلوذين مركا وحب الله فيرين ما يو سبب كلا فيرين ما يو عموم كلا فيرين ياباني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سبب تا لما فيرين اي قف كستا وضدك خيرك أشيغا إساقنا خيرك نفتيسا محمد هاي أنكو ضبقين أردن بي هيستا آيادو تاسي هيستا عدو البابا ابن عباس بانين ويمت وحو يري وحان ربائنا انددك وعديو انددك وانيو او انددك وحوشيغي بل كورن وحيري صدح آيادو وكتابك إلهي كجري تهدادا كعب سنينين كعددك وانيو صدح دا آيادو مدواتا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم مدواتا مد اللبض في سورة هود في قصة النبي الله شعيب خطيب الأنبياء مركو قوم كيس لهذ ليه تهمين
وحو يري وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وحن إذنك إذن كرهبي إن أنا إذن دبن مرو ما دعي كرتوير مدى صدحت في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحيدا سمينين محادو ليذهن وان سمينين محادو ليذهن وان سمينين إلهي وحا آذو عدق لنا إنا تراهدين وحيدا سمينين وان سمينين وحا آذو عدق لنا يا إلهي إنا تراهدين إياك نعبدو إنا تراهدين مركاد الله ارتاق انتهي برناك مركاد بحضنا يا شيخ فلانا تراهدين ووحا نسكيني كرين واسكهر إمانا إياه نبي وحو شيخ عليه الصلاة والسلام إن قف نارت اللي قلت دي دونه أو من دعير كيسو صوت دادان دونه أو من دعير كيسو وريجين دونه سيدا الشيد مرها اللي وريجيو أما رتيق سليد اللي قلت شيئا سيدا اللي وريجيو أوكالا يو وريجين إياه فيجتمع عليه أهل النار أهل النار كيسوغو إيماني وحل يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ورميادنا هين قفكي وناق يا خير كنوشي جاي إيه حمان تنقر خيبي ميادنا هين محاكو قدعي مركز وحير كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وناق يعني دين شي جاي لكن أقول لما إيماني تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وأنهاكم عن المنكر وآتيه منكر كان وأنا ذكر هيبي يا حمانتا وأنا لا إيمان شري قفك وحو لمذي هاي كمثل السراج سنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام سيدي فينوس أوكلا يضيء للناس ويحرق نفسه نفتي سنة وقوبية تتكون يكفى إيدي سنة وقال قاعدة داتا بتيد وقليل لكن قال قفى إيدي سنة سيدا سوكلا marka waxa la leeyahay qofku hadii uu san isagu wuxu dadka faray la imaneynin deynu iska aamusmiya culimada qaar waxa ay iska aamuso intu isgubi laha shuba isgeyda qarna waxa ay dhahay jumhuurta ma aha dadka hawo sheego khayrka iyo wanaaga dadka hawo sheego ama isagu hala yimaado ma yuu la imaane saasuu ilaah subhanahu wa ta'ala marka waa arin khatarteeda la wa هذا كتاب كيبا لا آخرين إياه كتاب كيبا لا آخرين إياه بسم الله قرب مر هداد نغتيد ومصيبه من فاتحة الكتاب إلى خاتمته بان آخرين مر والباء ضدك السيني والباء ومارك أكل الددال بذيهين قرب الغياء وبشي إني مرد وميان قروع الغياء وويقي إني مرد وميان ومال انتي بالصبع يا آخرين قروع الغياء وإنتا كير ما إنتا كبضان إلا قد ميو وان آخرين لكن كل دقن كيس حجيه مرة حجيه ومرية وعير الله سبحانه وتعالى الدنيا دوا مشاكل بدنته ومشقة بدنته مشكلة دوا وتراب بدنته محل جد به وحل جد بكره ترين باشرة ترين كهذا رعدات كجد بيس ترين كاسي وحواية بالصبر والصلاة صبر هدي قفك أو كالميستو مع سيادة أو كالصبر قبي قيدبا فطم عن نفسه مصيبة هدي اعتمادنا أو كالصبر الأقدار المؤلمة مقاديرتا يقضها يقدر قدرك حنون كبضان هدو كيمادو أو كالصبر إيادنا صدح طاعة ذكر كذا وكسبره وحيابها لك على ما يستوي إلهنا أوليها تاس أم بلغة قد بكرا واستعينوا بالصبر وقضب ككوبات لبا وصلاة صلاة دي إيضنا وحيابها لك على ما يستوي كمته صوبنا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر بصلاة حدي وحدي به كي مادو وحمرجيها دوي مادو نبي صلاة دا يؤدك دقي شري عليه الصلاة والسلام إلى هيب ومارة اللهد اللي شري مركة وحكى له إيضا مارة محوها
tusinaya salafkii wanaagsanaa iyo dadkii fiicnaa oo dhan saas oo kale yahay. wax dhibi hadduu yimaado xagga alle, fafiruu ila allah, ilaaha loo baqan jiray, ilaaha lala hadli jiray, ilaahay baa gacmaha loo taagi jiray, ilaahay baa la isu bihinbihin jiray. markaasaa deedna kurbadu ay faydmi jirtay salaada iyadana fardan wa sunna iyadana in la kaalmaysto. wa wuxuu yidhi ilaah subxaanahu watacaala, wa innaha lakabiiratu illa cala alkhaashiciin, salaaddu waa ku culus tahay dadka ilaa in yaroo khushuucda maahane waa ku culus tahay, aad iyo aaday ugu culus tahay. khushuucduna waa ruuxu salaah, salaada ruuxdeedii wey. sida annaga maaragtay ruuxda inagu jirtaa qofku ugu nool yahay ugu dhaqaaqayo, sidaasoo kale wey. hadday ruux weydo waxay la mid tahay qof nafta laga qaaday, waa dogob meel yaal. waajibku hadduu maaragtay naga dhaco lugteennu hor wa ilaa cala alkhaashiciina, buu yidhi ilaah subxaanahu watacaala. marka khushuucda asbaab badan baa keenta, asbaab aad u fara badan yaa keena. asbaabta waxaa ka mid ah maqaamka aad taagan tahay inaad ka fikirto, iyo cidda aad hor taagan tahay aad kula khidaabayso, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aad kula khidaabayso waa inaad fiirisaa. labo, waa inaad meeshaad ku sujuudaysay waa inaad fiirisaa, maxallu sujuud inaad fiiriso waxay ka mid tahay min asbaabi alkhushuuc bay ka mid tahay. waxaa ka mid ah tadabburu alqiraa'ah, qiraa'ada inaad maaragtay ka fikirayso oodan xisaaba kale ku jirin. waxaa ka mid ah imaamka aad ku daba tukanaysaa inuu yahay imaamku soo jiidaya, imaam soo ku soo jiidi kara inuu yahay. waxyaabo badan baa maaragtay asbaabta khushuucda ka mid ah. marka waxaa ka mid ah khushuucda alhudu, innaga maxaan maaragtay khushuucayna waxaad aragtay baa inagu qaylinaaye. caruur baa laga tukan laaya, dhibaatooyinka jira iyo musiibada hadda annagana haysata waxaa ka mid ah in caruurtiiba laga tukan kari laayo, caruurtiiba in laga tukan laayo waa musiibo runtii aad u weyn, waa dhibaato inteeda la egwa. dayib, marka dadka khushuuca ee muxuu ahay ilaahay u garlula dadkaas ayaga ah, dadkaasa salaaddu u fududdahay. dadkay u fududdahay waa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu daalo ama oomo ama gaajoodo, bilaal buu la hadli jirayoo, yaa bilaal arixnaa bisalaah, salaadda noogu raaxe, arixnaa bisalaah biha bisababiha, baa raaxada lagu helaya. innagana waxaan leenahay maaragtay muxuu arixnaa minha, war nooga raaxeeya, nooga raaxeeya salaadda. cisho iyo islaan xunba waa la dadajiya, mamaaya soomaaliday ka mid tahay. nebigu wuxuu ku xisaabtami jiray cishaha dadka, yuu fiirin jiray haddii durbo la yimaado nebigu durbuu tukan jiray, haddii dadku soo dib dhacaanna nebigu uu dib dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam. dayib, marka khushuuc baa loo baahan yahay. khushuucdaas ayada ah dadka khushuucaya waay alladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raajicuun, dadka yaqiinsan ee sida nalkaas uu cad yahay ay u arkaan, u yaqiinsan inay ilaahay la kulmi doonaan maalinta qiyaamada. markay ilaahay la kulmaanna su'aalihii la weydiin doono, su'aalihii la weydiin doono, cimrigaagii maxaa ku tagsiisay, cimrigaagii tirada badnaa maxaad ku tagsiisay, dhallinyaranimadaadii maxaad ku dhammaysay, cilmigii aad baratay maxaad kaga camal fashay, xoolahaagii min ayna iktasabta wa fiima anfaqta, xaggee ka soo kasabtay markii hore, ma xaaraan bay mise xalaal, xaggeedse ku bixisay. kuwa sidaa yaqiinsan ilaahay inay la kulmi doonaan yaqiinsan, ilaahay in loo noqon doono yaqiinsan, kuwaasaa khushuucay. nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi yaa rasuulallah, wuxuu yidhi iwacdi oo ii soo gaabi, waqtiba ma haye.
نبيك صدح ربوط بوشيك لكن سلاتنا وجدنا وحو كيري إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع هذا صلاة إستاكتو تكو صلاة سقوتي سأتكو يعني واحد كو حساب تنتا صلاة دي كو قدن بيس إنيتها مركا قفكو هكا جينية وهو كفكر يا خشوع دي شروط دي أركان دي أرميه دور نمبو مارت السقية وحي النبي عليه الصلاة والسلام قفكو حدو دورين وخشوعه فليذكر الموت في صلاته صلاة دي سجيري ده هكو حصو ها حصو مركو تاغن يهي إساقي يومي ده هدد كهوري الله أو كلاها ها حصو أو أرنتاس يدا ها قياسو حدو صدا يهيرو وحي النبي عليه الصلاة والسلام لحري أن يحسن صلاته وحا رب أهبي كما دبعان قفك إنو صلاة دا وناجين أيو توسنا إنو توسنا يو إساقي يو غير يو دي أو على العدل وصو دو دوبي أو ضدك إيا صفك هرتي سالة صور ديغي حدو تاس مارك تمحوها هاي مسكح دي يمانك كو قبصده وحاوي وخشوعية خشوعي ساسوير الله سبحانه وتعالى مرك وحيابها خشوع ذك ينكو وحكم إذا قفكو آخرين وحسوسين أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ولا بشيء أو كم إذا من أسباب الخشوع بكم إذا لا بضبع أتأمرون الناس ضدك مفريسانو بالبر سمفل يا خير إني السميان أو تنسون أنفسكم نفتين نمكي لوبيسان والحال أنتم إذن كان تطلون أدخر نيسان الكتاب كتاب توراتها أدخر نيسان أفلا تعقلون أنا جمع نودي ذا وأنتم تطلون القرآن إن القرآن كي أخر نينو ضد كنا خير كوشيلين أنا جنا أنا خير كي سمينين ودعكرتا أفلا تعقلون ضد حجرنا يا وحفهم يا سومته ذن واستعينوا كالميستا بالصبر صبر كالميستا إيه والصلاة صلاة كالميستا وإنها صلاة ضمير كاس نحو هاي اسم إن اسم جيدا ماشا أقول نقنا أيوه لبا تفسيرا كجرة تفسير كوباد وحوا هي صلاة أقول نقنا أيوه وإنها وأنا أقرب وأنا أنصب لبا داسي وضتا قولنا واحد هن ما هانه محو هاي وحو النقن كرا وحكسي شيء لكن مد أوفي عني وإن صلاة اللو عليا وإنها صلاة دي لكبيرة مد كعرسوية إلا على الخاشعين ضدك خشوع ما هني وهذا كيسا ضد آد ما ركت محو هاي أدقن أو ما ركت أدلالاي لكن مركي صلاة اللو كعو مل عدلا استجوك سنة كوبا سنباسن أو بوريسن أو بساسن أو بساردسنو خشوع ذا كم وقتي السدا مرت الصلاة دوتو سنة عدلا يابي مركوا وحي كحيران تاي ماش عن قلبك تسي كحيران تاي الذين خاشعين تيو يظنون يقينين يي أنهم يجا ملاقو ربهم ربي قوضا إني لكل مدونان ظنقوا بمعنى اليقين والعلم وأنهم يقنا إليه حقا لراجعون ونقنا يا بني إسرائيل إسرائيل عرورتي سيو اذكروا حسن نعمتي برواقة إذي قلت إذا التي نعمة إيا برواقة سو أنعمت أن برواقة عليكم إذنك كركين أنك برواقة وأني حسا أني أهانت إذا فضلتكم أني ذن دول مريو إذن ديريسية على العالمين عالم كوركي سنة إذن ديريسية إذن كو أتكفض لبدن تهين مدانا حسا واتقوا كعب صدا هدبا يوما مالين كبقا يوم كاسو لا تجزي أي سن أبال مريني نفس نفنا عن نفس نفك لشيئا وحبا أي سن أقلين ولا يقبل أن لأقبلين منها نفتي شفاعة إرقنا أن لغيالين هدي له إرقيه ولا يؤخذ أن لقادين منها نفت حق هذا عدل فرشا أو ولا هم يقون أي سنهين ضد كاسي
ينصرون كوا لو غرغاره بني اسرائيل كي سورته ادغو ورميسا نعموين يا ضيق فر بدن او الهي او غليبا عشر كين امارك محمد هاي وح بدن وحريرين دونا وحير اله بني اسرائيل او ورنعمتي يا ضيقدي ان دين غلي وربل ضيقداس يدا حسوستا او كشكري او كما حد عليا iyo inaan caalamka idin dheereysiiyay nicmada loo galay waxa kamida in fi ninkii fircoon ahaa laga badbaadiyay waa kii wiilashooda laynayay caruurta oo gabdhahana baaqi yeelayay odayaashana mataarooga ku qodayay taarooya muxuu ahaa dumarka iyo gabdhahana ka yeelan jiray kuwo iyaga u adeega waxa kale oo nicmooyinkii kamida waa kii badda loo kala jeexay iyagana ilaahay ka badbaadiyey fircoon iyo ardaashiina lagu halaagay baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa nicmooyinka ilaah u galay in ilaah kitaabkii tawraadaha loo soo dejiyey baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa nicmooyinkaas ilaahay u galay subxaanahu wa tacaala markii adab darrada sameeyeen ay amar diideen in ilaah haddana iska cafiyey si ay ilaahay ugu maartay muxuu ahaaye mahad celiyaan waxaa kamid ahaa tiiha markay ku jireen in maaragtay ilaahay daruuro fudud u hooseynayay malab cireedna loo soo dejiyey shimbiro wada solan oo dubanna cirka looga keenayay waxyaabahaas waa nicmooyin aad u tiro badan marka nicmooyinka lagu galladaysanayo ee ka shukriya laleeyahay kuwaasaa ka mid ah wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala iyo caalamka inaan idin dheereysiiyey caalamka wixii ummaddan ka soo haray waa lagu fasiri karaa ummaddeenna wixii ka soo haray oo dhan iyaga u fadli badna amase waxaa loo jeedaa caalami zamaanihim wakhtigii iyaga ay joogeen caalamkii noolaa bay iyagu u fadli badnaayeen ama ummaddeennan inay maaragtay ummaddeennu u fadli badan tahay waxaa ku tusinayaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة تاسان ودلي شرينا مركا وعالم كي ومدن كسو هري أما وعالم زماني همو لا بدا مد بين غريسة إله وحكد دي مالين إلا إسكا إلانية مالين إن لغا ديكتونا دو تقوضنا وحا ليرا هذا وحد كبقيا دي دحدينا إنا دو حد ديكتت اتقوا النار ولو بشق التمرة طيب marka maalinta waa maalinta qiyaamada wa dadkii mu'miniinta ahaa ee fiicnaa maalintan waa maalintii ay ku xisaabtamayeene ay u diyaar garoobayeen fi suurati addahri baa ilaah kaga warramay subxaana wa tacaala wayucimuuna aلطacaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nucimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura xoolahoodii bay bixinayaan iyagoo u baahan waxaa la siinayaa miskiinka waxaa la siinayaa agoonka waxaa la siinayaa ninka qafaalan yaa la siinayaa markaasaa waxay leeyihiin waxaan idinka rabno ammaanna idinkama rabno inaad noo abaal guddaanna idinkama rabno ee maxaad ku rabtaan waayahay innaa nakhaafu min rabbina yowman waxaan ka cabsanaynaa rabbiganaga xaggiisa maalin maalin baan ka baqayna innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariira maalintaasaan ka baqaynaa wattaquu yowman maalinta laleeyahay wa waa maalinta ilaah uu leeyahay subxaana wa tacaala yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ataa allaha biqalbin saliim waa maalintaan xoolo waxba tarayn oon caruuri waxba tarayn oo garaado iyo madaxtinimo aysan waxba tarayn ilaa qofkii la yimaada qalbi badbaaday min ashirki washaki ka badbaaday maahane wuxuu yidhi maalintaas eebba markii la gaaro nafna naf kale waxba uma gelayso wamaa adraaka maa yowmu ddiin uma maa adraaka maa yowmu ddiin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a nafna naf kale waxba u tari mayso wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waalidihi can waladihi شيئا ولا مولود عن ولا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود
وحبا لودي الشيبة وحبا إسو ترين ما لنتا سيويان إله لي سبحانه وتعالى وحبا الله يسوق بان ماي وحبا لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا تاسي ونكره وقعت في سياق نفي تفيد العموم عموم بيكينيسا وحبا الله سبحانه وتعالى وحكى له كدرا نفتاسي هدي اللي يراه لو ارجيو ارجدي لا اقبل ما مركا كوباد هورتا لبا بهلايبا يجب على علي وحيليهن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وحنو ارجيو ما هينو وح صاحب انا ما هينو وح قرابه انا ما هينو او وحنو قلا هدي اللي هلانا فما تنفعهم شفاعة الشافعين وحما شفاعة ذاس وما تريسه من الله أقبل يا شفاعة ذاس ولا يؤخذ منها عدل فرشان لقى يلمة ملايين هذي دمعنا يسكو فرطان لقى ما يلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا هدو حتى أردد المجد والذهب يا الدولار هدو دبعي رزقفرت اللي قبل يلا ولو افتدى به هما اسكفرت فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وحلا أقبل أيوة اسفرشان مجره ولا هم ينصرونك ولو قرقارين يما يسنهانين إلى الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل إسرائيل عرورتي سيو اذكروا حسى نعمتي داغ ذي ذي قلت ذي حسى التي النعمة ذا سو أنعمت أن برواقي عليكم دشينا وأني أنيق أهان شهيقنا حس فضلتكم أني ديريسيي أني ذي ككر مريا على العالمين عالم كي أضلن وليذين أني ذي كدل مريي واتقوا هدى وكبق يوما مال يوم كاسو لا تجزي أيسا واحترين نفس النفنا عن نفس النفك لحق هذا شيئا وحبا أيسا كؤبا المرين كرين ولا يقبل أن لا أقبل إنين ومنها نفتي شفاعة إرجل على غيري ولا يؤخذ أن لقاد إنينو منها نفتي عدل فرشو أو ولا هم أي سنهانينو ينصرونك ولو قرقارو واذكروا حصة بني إسرائيل أما وحل ليه النبي عليه الصلاة والسلام وحل ليه واذكروا حصة قرتي نجينا أنكرينكم إذنك بني إسرائيل كين لو عليا في عن واذكروا حسى بني إسرائيل نعموين كيبي كمتها يدب الصعطة إذ قرتي نجينا أنكرينيكم إذنك من آل فرعون فرعون يأرداشي سيانينك كوريني يسومونكم أيقو إذن ردنسين يسوء العذاب عذاب كان وحمان تبضا وقميسي يذبحون وحي قورعيين أبناءكم ويلشيني قورعي ويستحيون وحي كسر ريغانيين أما كحشوني النساءكم قبلهين وفي ذلكم كي الناس أو ويلش اللي إذن كقورعه قبلهن اللي دايو أو قبلهن اللي أذيكسدو أي بويساد أي النغضان بلاء وامتحان ومن ربكم ربكين حقي سكادة عظيم ووين وفي ذلكم بلاء واحد ورنكرتا كورنتا اللي إذن كوريي إيه فرعون يا أرداشي سيلي ذنك كوريا بلاء ونعمة من ربكم ربكين حق سكاهاتي نعمة نعمها يا بلاها وعظيم وين واذكروا حسى إذ قرتي فرغنا أن رمبالي بكم إذنك البحر بدا وفأنجينا أنكرينكم إذنك أو أغرغنا أنها في النيون ما شيني آل فرعون فرعون يا أرداشي سي والحال أنتم إذنك تنظرون أتفيرين إيسين نعمة يكي بني إسرائيل كي سوردوا ترين إيسا وحال يرب البني إسرائيل وحد حسوستان إلين نعمة يضو ضدوبا بانسو شاقني يضو مارت التفسيلية واتن وحد حسوستان مركي إلهي دين كبد باديه فرعون يأرداشي سيو دين كبد باديه فرعون من ألا ننكي قال لهاي مصر حكومي جيرون با فرعون ليلة أما مقعيس الرسمي كين نبي الله موسى لسبن تمية مجرم كاها وحال يرها الوليد بن مصعب بن الريان بل يرها مقعيس وكاس استغي أرداشي سيبو إلهي دين ككوريييو عذاب كان وقحون إذن ددسين جري ويلشال قورعي جري ويلكي دشبه
sidii isagiio qaalin dibi ku curataya ayaa laga gowrici jiray, gabdhahana waa la dayn jiray. arrintaasi sabab bay lahayd, sababtaasi waxay ahayd Fircoon baa riyooday. markaasaa wuxuu ku riyooday dab kacay oo Masar maaragtay muxuu ahaayey soo galay oo guryaha qibdigu leeyihiinna gubaya, guryaha Bani Israa'iil kana badbaadinaya. nimankii suxarada ahaa buu u yeeray iyo kuwii wax sheega ahaa yuu u yeeray. markaasaa wuxuu ku yidhi arrintan hala ii fasiro. waxay yidhiheen wiil yaroo Bani Israa'iil laga dhali doono yaa milkigaaga iyo adiga halaagaagaba sabab noqonaya, adigana ku afgembin doona kuna halaagi doona. markaasaa amar wuxuu ku bixiyey, wuxuu yidhi qof kasta oo Bani Israa'iil ah oo uur leh qof reer qibdii waa inay maaragtay muxuu ahaa waardiye ka noqota. FBI buu daba dhigay, CID buu daba dhigay, weliba wuxuu yidhi waa inay iyadu ka umulisaa, cid kale xataa ayna ka umulinin. waxay ku nuugtiyey, waxay ka nuugtaba ha weyd. wiilkii dhashaba sooma aha, ha la gowraco isla markaaba. markaaba niman dabaaxiin la yidhaahdo oo mindi af badan wata yaa islaanta wax ka umulinaysa daba taagan. mar alla markii wiilku uu bannaanka u soo dhaca, ma wiil baa mise waa gabar? waa wiil. horbaa birta laga saaraya. laakiin biqudrati illaahi subxaanahu wa tacaala, ninkii uu ka baqayey ee intaas oo caruura sababtii loo laayay isagaa koriyey, gogashiisa iyo gasiinkiisu ku soo koray, waana afgembiyey, waana afgembiyey. waakii markii dambe ku manaysanaye alamnu rabbika fiina waliida walabista fiina min cumrika siniina wafacalta faclataka alatii facalta, waanta wakiilaha. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaas uu maaratay ugu abaal sheeganaya ku manaystay nimankii Bani Israa'iilka. nicmada labaad waxay tahay markii ilaah uu damcay Fircoon iyo ardaashii in la halaago, baa ilaahay Muuse amar siiyey. waxaa la yidhi maaragtay muxuu ahaay Bani Israa'iilka la bax, waa kii la yidhi, waa kii badda la qabtay. badda haddii uu yimid baddii oo maaragtay muxuu ahaay abuurka kicinaysa oo hirku boodayo, waa kii yimid. Bani Israa'iilkii hadday islahayeen faraj baa imaanaya. Fircoon oo ciidankiisii wata 600,000 oo ciidana wataa gadaal ka yimid. markii la arkay baa waxay dhaheen inaa lama darakuun, walaa kuwa la haleelay baa nahay. kalaa ina maciya rabbii sayahdiin, uu yidhi nabiyullaahi Muuse. wuxuu yidhi sidaad moodeen maah, ilaahay baan cuskanahay, ilaahay baana amarka i siiyey, faraj ilaaha keenay. waa kii lagu yidhi ushaada badda ku dhufo. baddii markii lagu dhuftay waa tii 12 wadda ka bannaanaadeen ee biyihii buuro waaweyn oo kale ay noqdeen. dabayl haddana lasoo diray, lagu engejiyey meeshay biyuhu ka kaceen. 12 muxuu ahaay qabiil ee Bani Israa'iilka ahaa, ilmo nebi Yacquub ka beermay, qolo walba waa tii meesha waddadeeda ay qabsatay. deedna Fircoon markuu soo galay iyo ciidankiisa ay ku soo dhammaadeen, waa kii la isku dhuftay. suuratu Yuunus baan ugu tegi doonaa. calaacalkiisa iyo cantarabaqashkiisa, xataa idaa adrakahu alqaraq qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iila wa ana min almuslimiin. waa kii ku calacaday alaana waqad casayta qab. baddii baa saa loogu kala jeexay. markaasaa welibana Fircoon halaagiisiibay haddana arkeen. markaasaa bannaanka haddana loogu soo tuuray. ma ayna rumeeyeenba Bani Israa'iil haddii aysan arag Fircoon bakhtigiisa oo bannaanka yaala, haddaysan amaba ayna rumeeyeenba. ninka dhibka uu u geystay iyo maaragtay muxuu siduu u gumaystay ummadda, Fircoon siduu wax u gumaystay, wax u gumaystay, haddaba ma ogi aniga taariikhda, taariikhda ma ogi. siduu wax u gumaystay, gumaystihii ugu weynaa buu ahaa. marka ma ayna rumeeyeen, laakiin way arkeen. wadkuruu xusa Bani Israa'iil oo id goortii najayna aan korinay kum idinka min aali Fircawna, Fircoon iyo ardaashiisii aan idinka korinaya, suumuunakum, ayagoo idin dhadhansiinaya suu alcadaab, cadaab kan ugu xumaanta badan. maalin walba wiilkii beerkaaga ilaahay ka soo gooyo hortaada lagu gowracayo, cadaabka ka darani muxuu yahay? yudabbixuuna abnaa'akum, tadciifkaasi wuxuu ku tusinayaa inay aada u gowrici jireen. yadbaxuuna haddii la yidhaahdo
وحامارته مرر وحدي عكرين نقول هذا لكن يذبحون مركل اللي يراه ذو تضعيف كاوحو كينا يا إن آد أي عرورته ولا ينجرين يذبحون أبناءكم ويرشينا يجورعي ويستحيون نساءكم دمر كنا وحيده جرا وحي أودي كران محوها جيل نمرد عكران قاري ما كحين كران محوها جوري مرد سكران مرك هلا أذيك سدوا هلا أذيك سدوا وفي ذلكم كي ناسي بلاء ونعم إن جهاسي من ربكم ربي إن حق سكا هذا عظيم ولي موين واذكروا حسي إذ قرتي فرغنا أن دمبلي بكم إذك البحر بدان إذن كلا دلاعيني أو فأنجيناكم أن ديدنا إذن كورينيو فرعون اللي إذن كوريي بدين اللي إذن كبدبادي وأغرغنا أن مانشينيو آل فرعون فرعون يرداشي سي أن مانشينيو كوها فيني وأنتم إذن كنا تنظرون أتفيرين إسام عدو غاقا أو مارت محوم هاي لبقوشينا يو أو لعبورينا يو أو لعيجينا ينا داركت واد كفر حيسا قلبي قنوا أكو قد يشن ويكو قبو سنيسا وادكروا حس بني إسرائيل إذ قرتي وعدنا اللبالاني موسى النبي الله موسى 40 أفرت ليلة ومن ليلتنا ثم اتخذتم ديالتين العجل الدبيقي إلهنا تكيالتين من بعده من بعد مغادرة موسى موسى مركي ودور سيناء هذه كذب الدبيقي كسما يستين موسى سامر ويدين سمايي أتكديتين إله أتكديتين والحال أنتم إذن كان ظالمون كو قردر صدي التهين إله ككفري ثم عفونا وانعفنا عنكم إذن كحقينا إذن كعفيني من بعد ذلك من بعد اتخاذ العجل انت الدبغة يالتين كدبان هدنا إذن عفيني لعلكم بدنانتين تشكرون إن تشكردان إلهي أمهد عليسى سبحانه وتعالى فرعون مركي لها لغي ولغا فرح شيء با إلهي سبحانه وتعالى نبي الله موسى كويري أذيقية انت بني إسرائيل كأبو أخيارسا طور السينة إمادة أفرتن بريباد ميشا جوغيسان أفرتن بريبارك جوغتان كتابك توريد لإلها لذي سينة ولقد أتينا موسى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى مركة وحالي مركز على إذن سينة ضيب مركي النبي الله موسى وآذي أنت راعضي أيوك عن طور السينة موسى سامري باني من كي يدبي أسميه الذهب كي أي بني إسرائيل كسوقاتين محاقب دي أنت يوحو يريني أوحان وحد هاي سنكرتان ما حرام ويه كانوا يري مركز دبي أسميه دبي وكيل عابدي لدول فريستي وعير إلهنا نجي موسى هنا إلهي بوداني هذا إلهكم وإله موسى فنصي كوا إلهيني يا موسى إلهي سي موسى أنا وبحال مامي بقى مركة وأكيد كلا دردار مي هارون يري هارون أو ضد كاس يجا لحظة هذا كجرو وناج أو ضد كاس يجا دعوة يا خير كي الدين تا كسي دق أو كده قاله هارون وكي ديدين ضيب مركة وحو يري الله سبحانه وتعالى كذب هذانا وليس كعفي ولا عفيي إني بل إله أسر نغضانو أي شكريان يهدن اللي سيعفي تنوى نعمك له وإلهي كقل ضيس سبحانه وتعالى واذكروا حسيد قرتي وعدنا أما وعدنا وعدنا هدي اللي يراه ذو أن مصلب بلاني بين غنيسا هدي وعدنا اللي يراه ذنا أن أيبهني واذكروا حسيد قرتي وعدنا أن أيبهني موسى نبي الله موسى 40 أفرت ليلة أو من ليلتنا أفرتك واحد ليه واحد ذو القعدة صدّن كذا هي طبّنك بيش ذي الحجاء وهو رئيس بيش مهما هاي عرفه قارك أنا سيد عكسي يد ببلي هنا واحد هم واد ذو الحجاء أو دن إيوه طبّنك وقصه رئيس بيش محرم ييره لكن واحد لو بدن يهاي بيش ذو القعدة اللي يلا صدّن كذا هي طبّنك وجوه رئيس بيش ذي القعدة اللي يلا حجك أفرتك أسوأ ثم اتخذتم ديدنا ديالتين العجل الدبيقي إلهنا تكيالتين من بعده موسى قداشي سأتكيالتين هدئوا إذن كوانيي هارون ناترهان
لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ترهين أنا ودي بيغنو بان عابدين إلى موسى وكسو النغضة وأنتم إذن كان ظالمون كوا قردر سدي أتهينو باتخاذكم يلشدينا العجلة إلهنا تكيالتين بادكو قفتين ثم عفونا وانعفنا عنكم حقنا من بعد ذلك من بعد اتخاذ العجل إلهنا تكريتين كدبا لذين عفيي ذلك من بعد ذلك لعلكم واحد من ذنتين تشكرون إلى شكر ذلك واذكروا حسيد قورتي آتينا عن سيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة هالسيي والفرقان فرقان كي لسي وحو البكل بحين حق إيا بادلك بنت إيا رنت حلاش إيا حارانت صحيح إيا فاسدك وحا وناكسن إيا وحا حنك لسارا يي لعلكم واحد مذنتهين تهتدون لكي تهتدون أتكوهن ونطان واذكروا حسيد قورتي قال ويري موسى النبي الله موسى لقومه قرابة دي سي بني إسرائيل كي يريركو كرد الشيب وحويري يا قومي وارتلك يو إنكم إذنك ظلمتم أنفسكم نفتي نبا الظلم ذين وحد كد الظلم ذين نفتينا باتخاذكم يا رشدينا العجل الدبقة إلهنا تكريقتين بعد نفتينا كد الظلم ذين فتوبوا توبة كينا إلى بارئكم خالقين توبة كينا إيو الله إذن أبورتي توبة ديننا توبة عادية ما أستغفر الله أتوب إليه ما فاقتلوا لايا أنفسكم نفتينا لايا ذلكم قتل غاس يا خير خير لكم إذنك عند بارئكم أليه إن أكتي سكاسا خير دينا توبة ديننا وحكا لما فتاب وتوبة أقبلي عليكم إذنك دوشينا مركات سليسين إنه إب هو إب التواب الله توبة أذو أقبل الرحيم بعباده ويان نبي الله موسى وحل سي كتابك توراضه كتابك توراض لي لهذا فرقان ولي لهذا ومقعيه سيكمتها سيدا كتابك إن القرآن كاب فرقان لي لهذا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا أسقنا فرقان بو هايو حق يبادلكو كالساري حلاش إيا حارانتو كالساري وحو كالساري رنت إيا بنت صحيح إيا فاسدكو كالساري marka wuxuu yiri ila kitabka waxa la idin ku soo dajiyay la'allakum tahtaduna inaad ku hanuuntaan kitabkaaso intaad rumaysaan ood raacdaan ood ku dhaqantaan deenaad dhab tiraahdiin baa la idin ku soo dajiyay taas baa la idin ku soo dajiyayna nicmay ahayd nabiyullaahi muusa qoomkiisii buu la hadlay wakii dibiga gadaashiisa caabude markuu soo noqday wakii maarat muhammad allahiihi tuuray oo walaalkii intuu gadh iyo gafuur ku dhagay waa kii deedna uu yiri yamna ummi laa taakud bilixyatii walaa biraasii inii khashiitu an taquula farakht waa kii ku yiri marka bani israa'iilkii buu la hadlay wuxuu yidhi niman yahow naftiinnii baad dulmideen waxaadan ku dulmideen markaad wax alla ka soo hadhay oo dibi ah oo laa yanfacu walaa yaduru waxba maaragtay aan anfacayn waxna aan dhibaynin markaad ilaah ka dhigateen waad gafteen wa ushribu fii quluubihim alcijla noo imaan doonta waxaa la cabsiiyey dibiga xubigiisa weliba la cabsiiyey oo kay dul xatreeyeen wuxuu yidhi tawba keena ila ilaahay baa u waxyooday nabiyullaahi muusa waxaa la yidhi tawba kale ma lah ilaa inay islaayaan maahane marka ilaahay wuxuu faray kuwii aan dibiga caabudini inay laayaan kuwa dibiga caabuday nin walba marka wuxuu qaatay seef ciddiya qaad ayuu qaatay kii kalena meeshaasuu istaagay ama qaraabo kuu dhow ha ahaa ama qaraabo kaa dheer ha ahaa markaasaa ilaahay muxuu ahay wuxuu huwiyey ilaah subxaanahu wa tacaala ciiryaamo allays arkayn marka birta laga aslay birta yaa laga aslay qaar waxay leeyihin mufasiriinta 3,000 baa la dilay qaarna waxay leeyihin maaha 3,000 maxay tahay 70,000 baa dhulka la dhigay 70,000 kun ee dhimatay dilkanaaba tawbadoodii ah marka waa iska shuhada markaas ilaa xaddii baa laga fuliyee waa maaragtay muxuu aha jannada hor ka gelayaan jannada bay hor ka gelayaan 70,000 baa la dilay ilaa markii dambe nabiyullaahi muuse markuu arko
وإلهي سبحانه وتعالى وعبده وحيري إله محا سوى هره هدي سيفتني سي سعطة وحا سوى هره إيه ومجر بن إسرائيل كوارد مانا محا رسول النقونا يا النبي النقونا يا الدين إيه دعوان قارسين إيه مركا يدن بسيدي با إلهي كجو جي سبحانه وتعالى مركا وحيري الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم ولا إذا كتبوا أقبل دل كاسة توبة ضوضة دل كلا للاي ما توبة ضوضة أي كجرت توبة كلا بملهن وحير له إله هو الله التواب آدي آد توبة ضوضة أقبل عدي توبة كأن توصل نقطع والرحيم وأدوم ذي سوون عريس بدن يتوب وأفريبا واذكروا حسيد قرتي قال أوير موسى نبي الله موسى لقومه قرابة سي تلكي سي بري إسرائيل كويري يا قومي ورقرابوي ورتلكيو إنكم إذنك ظلمتم وحا ظلمذين أنفسكم نفتي نبا ظلمذين باتخاذكم يالا شدينا العجل الدبقي أد إلها كيالتين بعد نفتي نكو ظلمذين فتوبوا توبة كان إلى بارئكم اللهن أتوبة كان توبة دينا وإذين شيئا فاقتلوا أنفسكم نفتينا لايا أو ها مارت قفكي أن ديبقى عابدين هدي لكي ديبقى عابدين مركا هدي أهايين تضباطن كن هدي ديبقى عابدين تضباطن كن يقو عابدين بمارت تضباطن كي كتخلصي فاقتلوا لايا أنفسكم نفتينا ذلكم كينا سخير خير لكم إذنك عند بارئكم خير كلمة بجربة وذكر الله نحريست إلهي كوه ليساني مجره فتاب عليكم لأنه وإذن كالتوبة أقبل مركز إسلايسان إنه يب هو يب التواب الله توبة هذا أقبل الرحيم بعباده هو لمن كي أيقاه بني إسرائيل كهواكي نبي الله موسى أوقاتي سيدة سورة الأعراف نوغو إمان دونتا واختار موسى قومه 70 رجلا وحل مركز إمان إيسا مناجات كإلهي iyo martiqaadka kitaabka tawraada lagu martiqaadayo munaasabada markaad iimaaneyso waxa la bani israa'iilka intooda khiyaarta soo qaadoon dibiga caabudin 70 buu soo madhay 70kii ugu fiicnaa uu la soo dhaqaajiyay nabiyullaahi muusa haduu la soo dhaqaajiyay markii la yimid ba ma aragtay nabiyullaahi muusa ilaah la hadlay ilaa kalimullaahi buu ilaahi baa la hadlay wa kallama allah muusa takliima markaas waxay dhahayn Muuse yaa kula hadlaya wuxuu yiri Allah ila hadlay wax kula hadlaya ma ilaahayba haabu yiri waxay dhahay laba arimood aan ka rabnaa oo marka koobaad horta ilaahay warkiisana maqashii anagana nama qashii sidaad ugu maqleyso waa mid labaad ilaahay na tusi waa kan dhe muayira biduni satar نتوسي بيدهن وحكا دعيواك واذكروا حسيد قورتي قلتما تريهن يا موسى نبي الله موسى أدو تريهن وحيا واحد دليش هذا كمي ذا وحا كمي ذا يا موسى بيدهن يا نبي الله يا رسول الله إيو وحا ما يرى يبنى عمنا حتى وما يرى قورين يبنى عمنا هذا يرى كنويل كيسي وحتى ما يرى قورين مقعي وقيحان ومتحان لرسول الله إبوها أو كلم الله بوها أو النبي بوها حشمدي حتى ما ينسينين واذكروا حسيد قورتي قلتما تريهن يا موسى موسى لن نؤمن الرمين ما إنه لك أذيق موسى أكوما الرمين إنه حتى نرى الله إلى أن لك أرقن جهرة عيان سيدا نلقى نوك إلى أن وارق وإلهي من الأركي كلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار نبي الله موسى بابا إلهي ويديسين وأركو وهو يري ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني بوير الله إما أركي كرت ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا مركز موسى مير دبال مي marka yaa arki kara waa buurtii oo maartay saa u daadanaysa ood moodo maartay muxuu aha roob da'ay oo kale sida dhibicda roobka oo kale u kala daadanaysa markuu arkay oo geedkii
iyo dhagixii iyo carradii wixii oo dhan ay kala finiinayaan nabiyullaahi muuse oo miyir daboolmayba. Nebigu wuxuu awoodi kari waayey calayhi salaatu wasalaam Jibriil, ma umalaynaysaa ilaahay in la awoodi karo subxaana la lama awoodi karo. Nebiga markii oo munaajaadkii la geeyey baa la weydiiyey, waxaa la yidhi ma aragtay rabbiga? Ra'aytu nuuran buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, iftiinu ma arkay. Marka waxay dhaheen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra, ilaa cayaanaan u aragna alle subxaanahu wa tacaala. Waxay dhaheen annagu kuma rumaynayno. dayib maxaa ka dambeeyey? fa akhadat, waxaa qabatay hum iyaga as-saaciqatu naar, yaad qabatay oo samada ka timid. wa antum, idinkana tanduruuna, idinkoo fiirinaysaan, mid mid idinkoo u dhimanaysaan. uma bacnaakum, waan idin soo bixinay. min bacdi mawtikum, geeridiinna kadib. lacallakum, mudnaantiinna tashkuruuna, inaad ilaahay u shukridaan. nimankii ayaga ah naar baa ilaahay samada kaga keenay toddobaatankii. naartii haddii toddobaatankii samada ay naari kaga timid, mid mid iyagoo iswada fiirinaya, yuu kolba mid ay naftu ka boodi oo galalaati iyo afgembi u dhacaya, afgembi u dhacaya, toddobaatankiiba naftaa ka wada baxday. nabiyullaahi muuse markaasuu iska calacalay. sidaa hadday maaragtay muxuu ahaa ku wada naf baxaan oo sida arrintoodu ay ku dhammaato, nabiyullaahi muuse kuma noqon karo. nimankii bani israa'iilka war u geeyana ma hayo. waa toddobaatankii ugu roonaawa ee farda kula baqadka ahaa, toddobaatankii waa geeriyoodeen. nabiyullaahi muuse ilaahay buu calaalay. ilaahay haddaad dooni lahayd waad halaagi lahayd hadda ka hor intay aan soo kaxaynin, yaabad ilaahu halaagi lahayd aniyo iyagaba. atuhlikunaa bimaa facala sufahaa min, ma waxaan ardaasha waxay sameeyeen baad noo halaagaysaa eebbo? markaasuu ilaahay awooddiisii haddana xuseeyo, ilaah waxaad rabtaad ugu samaysa. nimankii ayaga ahaa waxaa la leeyay 24 saacadood bay meyd ahaayeenoo ay dhulka jiifeen. markii dambaadeedna ilaah soo nooleeyey. uma bacasnaakum min bacdi mawtikum, waxay ahayd ganaax iyo karbaash iyo edeb edbin bay ahayd. waa la ganaaxay, waxaana lagu ganaaxay geeri, geeri baa lagu ganaaxay. aajaashoodii lama gaadhin, waqhtigii loogu talagalay lama gaadhin, laakiin ganaax bay ahayd. saasuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. marka waxaa laydiin soo bixiyey, haddana laydiin soo nooleeyey, waxay tahay inaad ilaahay u mahad celisaan subxaanahu wa tacaala. wadkuruu xusayd goortii qultumaad tidhiheen, yaa muusa, muusow, lan nu'mina, rumayn mayno laka, adiga ku rumayn mayno, xataa nara allaaha, ilaa aan alla ka aragno, jahratan, cayaan, mucaayana, muqaabala, ilaa aan ka aragno oo weliba annaga iyo eebba uusan waxba noo dhexaynin. fa akhadatkum, waxaa idin qabatay as-saaciqatu, cadaab samada ka yimid yaa ku dhacay. cadaab saaciqada waxaa leeyahay bahashan jacda ahee dhacda roobku markii uu maaragtay da'ayo, taa dhacdaa la yidhaahdaa. marka waa cadaab iyada naftigeeda oo waxay ku dhacday way gubtaa. marka laakiin saaciqadani tii oo ka dhacaysay roobka maahane, waa cadaab samada kaga yimid weeyaan. wa antum, idinkana tanduruuna, idinkoo saaciqadii iyo cadaabkii fiirinaysaan, kolba mid uu maaragtay muxuu afgembi u dhacaayo adarkaysaan. uma bacasnaakum, waan idin soo bixinay. min bacdi mawtikum, geeridiinna kadib. lacallakum tashkuruuna, inaad shukridaan darteed. bani israa'iil nicmooyinkiisiibaa haddana suuraddu dib ugu laabatay. wadallalnaa, waan hoosaynay. calaykum, korkiinna. alghamaama, daruuro fudud. waanzalnaa, waan dejinay. calaykum, dushiinna. almanna, malab cireedkii xabag barshada ahaa. iyo wasalwa, shimbirihii sammaaniga ahaa ee dubnaaye solnaa. markaasaa waxaan idhi kuluu cuna. amru ibaaxatin wamtinaanin, warushtin wa kuluu cuna. min tayibaati ma, shay kiisa. rasaqnaakum, aan idinku dhuuni siinay. kiisa wanaagsan cuna. wamaa dalamuuna, annagana mayna dulminin buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala. walaakiin ha yeeshee kaanuu waxay ahaayeen anfusahum, naftooda yadlimuuna, kuwa dulmiya. tanna waxay ahayd sababkeeda. nabiyullaahi muuse yaa ilaahay wuxuu faray inuu faro inay baytil maqdas ka xoreeyaan nimankii camaaliqada ahaa, sidaan ugu tegi doonno fii suurati almaa'ida.
markaas ay ka xoreeyaan oo galaan. Nabiyullaahi Muuse warkiibuu u gudbiyey wuxuu yidhi ilaah wuxuu na farayaa nimankan camaaliqada inaan la dagaalanno unbalag magaalada aan ka saarno. Waxay yidhiheen annagu lama dagaalamayno, ma yeelayna arrintaas iyada. Laba nin oo ilaahay u nicmeeyey islaanimo iyo iimaan iyo yaqiin ilaahay u nicmeeyey baa waxay dhaheen war gala, waad guulaysanaysaan, gala. Way diideen, waxay dhaheen ma galayna annaga. Ee waxay dhaheen fadhab anta wa rabbuka faqaatila inna haahuna qaaciduun, adiga iyo rabbigaa israaca. Edeb darradaaba la rag Muusow, adiga iyo rabbigaa intaad israacdaan ood nimanka la dagaalantaan, midina midigta uu ka dagaal galo, midkiina bidixda ka dagaal galo, kor iyo hoos intaad kaga timaadaan, hoobiyiiyo biem aad ku gantaan, meesha ka saara. Intaad la dagaalamaysaa meeshaa ka bixinaysa, anagu meeshan unbaa sii farfadhinay. Inna haahuna qaaciduun. Nabiyullaahi Muuse waa ka quustay marka. Ilaahay buu dacwo u qadimay. Wuxuu yidhi ilaahayow, ma milkiya ilaa naftaydi iyo walaalkay, maahan wax kaloon awoodu leh male. Inii laa amliku ilaa nafsii wa akhi fafruq baynanaa wa bayna alqowmi alfaasiqiin, annaka iyo kuwan faasiqiinta ilaahayowna kala saar. Waxaa lagu yidhi waa la idinkala bixina. Afartan sano yaa waxaa lagu xukumay karbaash ah inay maaragtay muxuu ahaayey ay wareegaan, yaa lagu xukumay. Yatiihuuna fi lard 40 sana bay wareegayaan, maanta oo dhan waa soconayaan. Say maanta oo dhan u soconayaan, meeshay saaka ka yimideen bay haddana ku soo noqonayaan caawa. Marka nimankii markay baaba'een baa ilaahay haddana u naxariistay oo daruura ayaa loo hooseeyey. Qoraxdaad aragtay ee gaaris ninkan ka harsanaynin ka hooyanaynin bal ka war 24 saac wareegaay, daruura ilaahay u hooseeyey subxaana wa tacaala. Ninkaasi hadee bariiskiisa ma la soo baxaa, habeen iyo maalinba wareegaay, maalin aan harsanaynin, habeenna aan hooyanaynin. Marka tii horta socodka waxaa loo hooseeyey daruuro fudud, waxaa cirka looga keenay malab iska xaba barsha. Haddii malab cir ka yimid oon dhalxan iyo gows iyo waxba toona lahayn, kulley waa wax aad u qiimo badan, aad iyo aad u qiimo badan wa. Iyo hilbo maaragtay shimbiro oo wada duban yaa sameeyey bini aadan ma samayn, foorno bini aadan laguma dubin ogow, yaa samada ilaahay uga keenay subxaana wa tacaala. Waxaa la yidhi cuna wixii naa wanaagsan cunaalay, laakiin idinka unbaa naftiina dulmiyey maahane, ilaahay idinma dulminin, ilaahay idinma dulminin. Wadallalna waan hoosaynay calaykum dushiina bani israa'iilow, nicmooyinkiibay ka mid tahay alghamaama daruuraan idiin hoosaynay. Wa anzalnaa waan dejinay calaykum dushiina almanna malab cireed, habag barsho ah oo gows iyo dhalxan iyo waxba toona aan lahayn, wasalwaa iyo shimbiro wada solan oo wada duban, kaasaa la idiin soo dejiyey. Kuluu cunaa la yidhi, min tayibaati maa shay kan ugu wanaagsan, rasaqnaakum aan idinku dhooni siinay, wamaa dalamuuna buu yidhi ilaah, annagana ma ayna dulminin. Laakiin yay dulmiyeen, walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun, naftooday dulmiyeen. Kadib Nabiyullaahi Yuushac binu Nuun yaa haddana intii tiiha lagu jiray Nabiyullaahi Muuse waa dhintay, Nabiyullaahi Haaruunna waa dhintay. Kadib baa Yuushac binu Nuun baa nebi looga dhigay, isagii baa ciidan qaatay oo la dagaalamay nimankii oo ka saaray magaaladii. Magaaladii markii laga saaray baa haddana waxaa lagu yidhi magaalada gala, ille markii hore waxay dhaheen anagu geli mayno, innaa lan nadkhulahaa abadan, intay ku jiraan nimankani ma gelayno. Nimankii waa laga saaray soomaaha magaalada galaale. Laakiin idinkoo laba sifo ku socod. Midda koowaad waxaa la yidhi markaad galaysaan idinkiioo sujuudsan gala, sujuudu shukri, gaaladii iyo mujrimiintii laga xoreeyey. Labo waxaad tidhaaheen xita,
إله وحن كويدي سنين يدن بريدت لبضا كوكالالي لبضي بوي بدلين مجالدي ليري سجود كوكالا وانت سجودان وإلهي أم هاد عليسان كدب قالا أما إذن كفورتان وسيدي مارت فور كوكالا ليري يقول دبضا كوسقية قالي مدي مارت حضة ليرينا وحيدهن حبة في شعر حبة في الشعر حبة دي تين ما بقلي كرتها لكن تين تو حبة دوي قلي كرتها وأرخ الضمرك تيبو إلهي كور ربي سبحانه وتعالى واذكروا حسيد قورتي قلنا أن بني إسرائيل وادخلوا قلا هذه القرية قرية هي مقالة قلا بيت المقدس فكلوا عنا منها قرية دي حيث شئتم مل الله ميشا دونتان بوحكا عنا رغدا أكلا رغدا واسع أنت واسعة أولي بمارك تمحوها هاي همبليا تا إسكعنا لكن وادخلوا قال الباب الباب كاكا قال سجدا إذن كو سجود إيسان وإلهي أم هاد علين إيسان أما سجدا إذن كو فورتان أو إن حنا كو قال لبا وقولوا وحتنا توافعلك وقولوا وحتنا هذين حطة دنبير هديد مسألتنا أنك تانكو ويدي سنين إيبو حدة ودنبير هديد نغفر دافنه ويري إيبو لكم إذنك خطاياكم قفتيني ورمى لذين دافيا قف في الكين أمام ولذين دافيا وسنزيد ولي بوحا لذين كورنين سنزيد وحنو كورنين المحسنين كوي وناك السمين يينا وناك قوديبا وناك لوقسي دريا فبدل ويبدلين الذين وحد لما قردر سيقولا أري بكب درين كسو غير الذي كي أن أهين قيل لو يري لهم يجا قول كي لا يري حطة وحي كب درين حبة في شعرة حبة في شعرة حبة دا أما بريسك أما قليدة أما دقيرتا أما قبضينك انتي للدليلية حبتين ولا قد حبهن كرا لكن حبة في شعر حبة ذاتين الملدح قرين كرا لما دح قرين كرا معقول نما مرك واحد دهان حبة في شعر دهان أو قول كي هرت وي بدلين فعل كينا وي بدلينه يجو سجود سنة ما فور قال اللي يري واحد قالين يحذفونا أيجو مارت محو هاي كو waxay galeen iyagiyo dabada ku siqayay galeen iyagara wixii ka qabsaday wadarki doonta wadku ruuxu sayid goortii qulna aniri udkhulu gala hadhihi alqarya magaaladan gala wa kulu cuna minha magaaladi ka cuna haythu shi'tu mala la meesha doontaan raqadan unta wasi'a aw walibana maxuu hay caafimaad qabta aw waliba la idin ku tahniyeenayo wadkhulu gala oo albaaba albaabka sujadan إذن كو سجود إيسان وقولوا ولبنا لها حطة لها مسألتنا حطة ودن برهدد نغفر وان رافينا أبو يريئب لكم إذن كخطاياكم قففي ألكينا وسنزيد وحنوكر لنينا المحسنين كوي وناق السمين إينا في إحسانهم بانوكر لنينا فبدل ويبدلين الذين وحي ظلموا قرد صدق قولا بيكو بدلين قيل قولا أري بيكو بدلين وغير الذي كي أن أهين قيل لو يري لهم إياغا فأنزلنا وحن دجني ويرع إب على الذين وحي دشوض ظلموا قردر صدي رجسا عذابا وكسو دجني من السماء السماء دا عذاب لكيغا كينيو داعون با انتو كدعي يا محمد حارديك إيا قل انت بلايا كدعي يكل قد ماشي كدبر قوين فأنزلنا وان دجني على الذين وحي كركوضا ظلموا قردر صدي رجسا عذابا نكد جني رجس ياسي عذاب كاسين وحو كيمد من السماء عرك يكرب كيمد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم فسق قوذي يا الدين كبحوذي يا معنقق نمذوذي يا مجرم نمذوذي با عذاب كالله قصر لذي مركا عذاب كاس يا يقين اللقود برقوي والله أعلم سبحانك الله.